الرابع معاكم الطقس ملك البايسبس واللي وياكم الفيديو حاليا اخوي برنس البايسبس عمو تاقي. التمرين دي يسمونه 7-7-7 او 21. التمرين دي يطق كل منطقة من اليد، منطقة السفلى العليا والبايسب الكبرى من كل النواحي من كل الاطراف. والتمرين دي الله يسلمكم تمرين تحرق البايسب حراق. تلعبه متى؟ اخر تمرين لك. شوف اخوي الحين اخر تمرين يعطيكم ثامز اب، تمرين قوي. والحين حاليا روانه، وكنت بقول لكم انه يطق البايسب كامل، واحسن شيء تلعبه اخر تمرين عشان تطلع من النادي وتخرع الناس. شلون؟ عشان اقول لكم اذا قلت لكم خلك وحش، اذا نقول لكم خلكم وحوش، تعرفون اللي وياكم وحش. حبيبي طبيعي من يوم الاولي في النادي ليومكم صدق ان البايسب بتفجر في الناس اللي يكون سنتول، بس يا اخي اعطيكم جارانتي ان اللي اقول لكم حق، ما بقص عليكم. وهاي القناة لايك كومنت سبسكرايب، خليك وحش.